دي بتشكي فيا؟ احتمال كبير يكون كل اللي حصل لك ده بسببي، لكن اكيد مش انا اللي وراه. انت عارفه ان اكتر حاجه تهمني في الدنيا دي واني اشوفك مبسوطه وكويسه. بس انا مش كويسه يا رحيم. علشان كده مش عايزك تفضلي هنا دقيقه واحده زياده. بقول ايه، مش كفايه كده عشان وقت جناب المأمور؟ قصدك ايه؟ بكره هتفهمي. يا رحيم بيه، يلا يا سيدي يلا. انت وداك معاه الاسم يا سام؟ انا محامي داليا عماد باشا. والله ما انا عارف انت بتاع مين ولا بتاع مين بالظبط يا سام. انا بتاع الحق يا باشا. حق؟ يعني الحق لو مع واحد من النمل دول هتقف معاه ضدي؟ تنقطع رجلي لو واقف قدامك يا عماد بيه. ده انت الحق كله. انا رحت علشان اعرف الكلام ايه وهنعمل ايه. وعرفت؟ بفكر. مشكلتك يا سامي انك بتفكر كتير. انا بقى عرفت هعمل ايه. طب قول لي بس الاول، اعزمنا على كوبايه سحلب. استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم. ايه ده؟ انت بتلبس سرعه على فين كده؟ لا عندي مصلحه كده هخلصها سريع سريع وهاجي. مصلحه ايه دي؟ رايح فين؟ شغل يا حاج شغل. يا ابني عرفني انت رايح فين؟ الله، مش كل مره هنروح نجيبك من حته تشيك؟ ما خلاص بقى يا حاج خلاص، هي كانت مره وخلصت. دلوقتي انا مأمن نفسي. معلش انا نسيت الشاحن بتاعي هنا، ممكن اشوفه؟ طبعا يا سلام، ده احنا نجيب دستة والله العظيم. بتهيألي يا بنتي انا شفت الشاحن كان في الحته دي كده. طيب انا هشوفه. شكرا. العفو. وانا ينفع كده يرضيك وكده؟ لا. انت بتعملي ايه عندك هنا؟ في ايه؟ موبايلي فصل كنت بجيب الشاحن. غوري يا بنت بره. نور يا حاج. منورة. انت اللي منور يا حاج. وانت عاملة ايه يا ام وحيد؟ الحمد لله يا سعادة البيه. يا سلام يا سلام على ريحة العيش السخن، بتهدلي اعصابي. اتفضل اتفضل. بسم الله. يزيد فضلك يا اختي يزيد فضلك. بقول لك ايه، وحتى عندك وانا ماشي شوفي لي بيضتين مسلوقين كده وحتتين جبنه قريش اكلهم في العربيه. من عيني البيض والجبنه كلها ليه؟
ربنا يخليك يا ام وحيد. اللي انت تعرف وحيد ابني؟ ايه اللي اعرفه؟ هو في حد في مصر ما يعرفش وحيد باشا؟ وحيد باشا؟ طبعا باشا وابن 60 باشا، ده باشاره منه المديريه كلها بتقف على رجلي. اهو سعاده اللواء بتاعنا وصل اهو. ايه يا عم انت ما تزقش كده؟ زقوك على نقله يا بعيد. قومي يا خالتي من هنا عشان المكان ده يخصني. لا 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 لا، نهدى ونقول ايدينا عشان جاي لك مرسال ومعايا لك رسالة. وما تقلقيش، تاخدي سجارة؟ تاخدي سجارة. اتفضل يابا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله ما شاء الله. ألف مبروك يا رحيم يا ابني، تعيش وتجيب. الله يبارك فيك يا حاج، بس مبروك اللي على حق بقى لما نرجع اللي اتاخد مننا. بعون الله يا حبيبي، بعون الله. خش أنا بقى أشوف الأوضة دي شكلها كده بحري. طب أنا بقى هخلع أنا. ها تعال عايزك. أنا عايزك تبقى دغري معايا يا هشام. وأنا من إمتى حورت عليك يا رحيم؟ البت بسمة مراتك؟ وأنت مركز ليه معاها قوي كده؟ يا بني آدم افهم، البت شايلة على كتفها عيل 6 شهور ودايرة في كل حتة تقول من عيلة السيوفي، وبتسألني مركز معاها كده ليه؟ مراتك ولا لأ؟ مراتي يا رحيم. والواد يبقى ابنك؟ أيوه. استريحت؟ تصدق انك انت عيل ما عندكش دم تبقى مخلف عيل وما يهونش عليك تسجله في الصحة؟ ايه اللي جرالك يا هشام؟ انت عمرك ما كنت كده. هو انت لما خرجت من السجن لقيت كل حاجة زي ما كانت؟ لقيت أسرك مستنيك؟ لقيت رجالتك بياخدوك بالحب؟ هتكلم مراتك دلوقتي وتقول لها تيجي، وهتكتب عليها النهاردة رسمة، وهنسجل الواد في الصحة. حاضر يا رحيم، هعمل اللي انت بتقول عليه ده، بس هخلص كام حوار عندي كده. مفيش حاجة هتتعمل قبل ما تنفذ اللي بقول عليه. شباك الأوضة مش عاوز يفتح، مش عارف ما أصلك ولا الواحد كبر وما عادش قادر. كبر؟ اوعى تقول كده يا حاج. كبرت ايه بس؟ ده انت عصب، وعصب من بتوع زمان كمان. زمان؟ ربنا يخليك ليا. يا نهارك اسود، انت يا معفنه ازاي نايمه على السرير ده؟ قومي يا بنت، قومي. قومي، انا عايزه انكت الاوضه دي حته حته. انا مش طايقه ولا حته فيها، قرف بجد. اوفر قوي. بياكلوا فيها ولا بيستحموا ولا بيعملوا ايه؟ عيله معفنه. ماما ما تقفوريش، هنغير الملايه وخلاص. يا معفنه اتلمي وما تخلينيش اقول على اللي انت بتعمليه. ده ايه بقى اللي انا بعمله ده؟ ان شاء الله ده نصايع يا بنت، حصيها عليا ملفوف على ملفوف ما يلفش يا روح امي. ان احنا حل مع هشام والمرقعه الرايحه جايه بينكم. ماما انا مش عارفه انت دماغك راحت لحد فين، بس انا وهشام اصلا بنهزر الهزار ده من واحنا عيال صغيره. وانتوا عيال صغيرين ده حاجه، ودلوقتي حاجه تانيه، واليومين دول بقى حاجه تالته. ده ليه ان شاء الله؟ ليه؟ عشان رحيم وعيلته دول زباله وخريجين سجون. وبعدين هشام ده يا حبيبتي متجوز ومخلف.
هشام متجوز؟ اه متجوز يا اختي، انتي ما تعرفيش؟ متجوز وعنده عيل من حرام. مش مصدقاني اسال ابوكي، هو اللي قايل لي على كل حاجه. امال انا عايزه امشيهم ليه؟ عشان النجاسه بتجيب الفقر. بص يا ماما، انا كنت بعملهم كويس عشان خاطر هم ضيوف بابا، وهم مشي بقى ففكك مني. اه يا اختي، ومن نصحت ابوكي بقى انه سكنهم فوقينا شدي قدام عشان يقعدوا يقرفونا في الطلعه والنازله. اوعي تفتحي الباب، انت تفتحي الشراعه، فاهمه؟ تعالي من هنا، انت تفتحي الشراعه تشوفي مين وعايز ايه، ولو ما عملتش كده عليا النعمه من نعمه ربي لاكون كسره رجليكي قبل رجل اللي داخل، فاهمه؟ فاهمه، بس انا مش عايزاك تخافي على بنتك. ما خافش عليك ازاي يا اختي؟ ما تخافيش، مش هضربك، اقعدي يا بنت. انا عايزاكي تبقي ناصحه زي امك، ده انت في الجامعه الالماني تجاره. تجاره؟ اسمها بزنس ادمنستريشن يا حبيبتي. يعني تجاره يعني؟ عارفه يا بنت، لو انا مكانك كان هشام ده يعدي ولا كاني شايفاه، مش هقعد الت واعجن معاه. انت بتصغري لي كده ليه؟ مفيش، اصل افتكرت زمان حبيبي يا هشام، هشام عروسته عندي، انا اللي هجوزك يا هشام، ولا هي فلوس بتغير؟ قومي يا بت، قومي يا بت، جيبي الشرشوبه، عايزه الارض دي تبقى بتلمع دلوقتي. يعني لازم؟ امال امتى يا روح امي؟ بص، كفايه ضرب، كفايه بدك ضربه. اهلا، ازيك خميس؟ الحمد لله على السلامه، تعبتنا قوي. يلا ايه ده يا جماعه؟ ده انتوا كده متاخرين 6 شهور، مش هينفع. معلش، هو انا بيه كان جوزي مسافر، هات البطاقه. خدي خدي، اتفضلي. بصرف النظر، مش هينفع، هترجعي المستشفى وتجيبي لي جواب جديد. واو، ليه بس كده؟ معلش. بقول يا انسه. نعم. هو مش حضرتك انسه برضه؟ انسه. وحياه عينيك الحلوه دي. لا تمشيها. والله العظيم انت راجل ذوق زي العسل، همشيها. ودي تحية مني أنا أبوه.